السلام عليكم مي فخير مي سوغ خوتي خواتاتي، كل عام ان شاء الله نتوما بخير. البارح درت فيديو لو 5 فيفري 2022 على رايان توفى، هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى. بصح كي تشوفوا بعض الاحيان نشوفوا الشعوب تاعنا، الشعوب في العالم، الشعوب المتقدمه عندها مستوى لا باس به، والشعوب متوسطة، والشعوب كي الغلم كيما الراعي، يدغلب منا يروحو من، يديهم من يروحو من، يديهم من يروحو من. الأحداث اللي صرو في العالم، كان أحداث يصرو الزنزلة، يموتو بزاف، الفياضان، توسا العالم يتكلم أحداث. وكان أحداث يصرو في فرنسا بزاف، ويصرو في إنجلترا، في أمريكا، في الألمان، واحد يقتل واحد، ديزاكسيدون يصرو، بصح يهضرو عليهم. بصح هذا واحد يأمن بربي يقول هذا قدر الله ما شاء، واللي ما يأمنش بربي ساناتي كواريا يقول لك نو مي مالوغوزمون سيت بيرسون ما عندها الزهر، إلا با تشونس، كان في بلاصه كي فالي با. هذا مسكين اللي توفى، هذا الطفل هذا، انتوما العياشه وصحاب الزريبه وصاحب الدجاجه، باش قاش رحموه؟ رحموا رواحكم. هذا الطفل القلم تاعه مرفوع من اهل الجنه ديريكت. انا نقول لامه يعطيك الصبر، عظم الله اجر ما شاء، كل نفس قاتل الموت، وكل نفس لا تدري كيف تموت وفين تموت، لا اله الا الله محمد رسول الله، من قدر الله يعطيك الصبر. و سون بير و الفاميليا تاعو عاوج ورينا. انا قلت لكم القصه لي تري امبورطون. حنايا في الجزائر العام اللي فات 2020 كي مات هذاك جمال الله يرحمه، ربي سخره باش يحبس الفتنة، وحبست تبارك الله العظيم، حبست الفتنة وشتو الجريمة، حارقوه وقتلوه وزادو ذبحوه توسع الله يرحمه، راه تصبر والديه وقال لي ماتوا في الجزائر وماني تاني ماتوا في المغرب، هما تاني سي خوتنا وسي مسلمين. هذا الطفل هذا اللي طاح في الـ في الـ في الحاسي وقعد خمس ايام توسع، يباري انا على حسب اللي سمحت وجاتني المعلومات، قال لك لي زوتوريتي ماروكان ما بغاوش لهاد انترناسيونال، بغاو زعما كيبينوا رواحهم باش يتاجروا بلا ميزير سوسيال تاع الشعب. كي قلت لك الشعب صاير كل كيما نقولوا كل غنمي تديه من، كي تكون دوله متقدمه الشعب عنده مستوى، عنده ثقافه سياسيه، وعنده ثقافه تاع لونفيرونمون، عنده ثقافه تاع كلش مثقف وصف المستوى، ما تنجمش تلعب عليه الشعب تاع اوروبا، ما تلعبش عليه باحساس ولا بحاجه. وكاين بعض الشعوب العربية تاني شوية كيما نقولوا الجزائريين عندهم مستوى لا بأس به في السياسة. من تشوف الشعب المغربي الله مالوغوزمون قلت لكم بوه اللي مات هذاك أهل جهنم إن شاء الله، اللي ما قراش الشعب المغربي خلى مهمج. باسكو كان لهوكم بالبولا ماهوش بعيدة، خسرتوا دوك كوب دافريك ماهوش بعيدة، من بعد البولا جبتونا لافيت عبد الراجي باللي زعماك سب الشرف تاع المغربيات، وسي با فري الشرف تاع المغربيات، انتوما وصلتوا النساء المغربيات يديروا الدعارة بارتو. ونعطي واحد القصة حكاها لي واحد صاحبي صديقي مغربي، قال لي واحد الشيرة كانت تخدم هجالة مطلقة عندها ولد، وكانت تخدم في لي زوتيل توريستيك، تخدم على روحها وتصلي وشاد الشرف تاعها افيك لا كريز ايكونوميك تو سا، ما كاش معاونوهاش ما عاوناش الدوله كل شيء، راحت خرجت برا للشوماج وما كاش الشوماج في المغرب، اتي اوبليجي دير دعاره باش توكل بنتها. هذه والله العظيم هذه ما كاش وحده باش غادي يحكوها لي، سبحان الله العظيم. وكاين بعض الناس اللي راهم ما باش ياكلوا، وهما يخونوا في المال تاع الشعب المغربي، والغريان يطيح في الكاف. ما بغيتوش لاد انترناسيونال باش يعاونوكم، بصح باش تجيبوا لاد انترناسيونال باش يحوسوا على التنقيب على الذهب وعلى الفوسفات وعلى المواد في الاجبال في المغرب، لا تجيبوا الكبار باش يدوا معاكم الدراهم، تجيبوهم باش يخونوا المال تاع الشعب المغربي، لا تجيبوهم 100% ولادكم عايشين غايه. وهذا السيد اللي مات، علاه سبحان الله العظيم كان يقول مات في الكاف وخرجوا ميت، وكان يقول خرجوا حي، اون تو لي كا مات. شوف ربي سبحانه وتعالى مباشرة لكم حي، ربي ما بغاش يمدها لكم حي باش ما تتاجروش بالشعب المغربي، ربي سبحانه وتعالى بغاه يموت، بقات كون خرج حي وقعد حي كون كنت تاجروا به. وانتم نسيتوا الصغار، روحوا شوفوا الصغار اللي يعانوا بالسرطان ما عندهمش الدواء ما عندهمش باش يداو روحهم مساكين،
روح شوفوا حبسوا الصغار اللي راهم يديروا الفساد والدعاره على علاقتكم انتم ايها المفسدين يا صاحب الدجاجه. ان شاء الله الشعب المغربي يفطن. غادي نوريكم واحد لا فيديو ان سولدا ماروكان. هي هذه والله هذه الظرف القلب هذه اسمعوا بيا خوتي ودير عليها كومونتير. قلت عليكم شويه اخوتي باسكو لا فراس التاليه خلاها مع تاع ولا فراس مسكين السيد هذا. هذا في لا فيديو هذا السيد ما عندهش دو بوني، هادو ما عندهاش دو بوني ما عندهاش وما يشوفش. راح يحارب دو بوني ما عندهاش وما يشوفش، وزاد مرته ما قبلاتهاش كيما بهذا بهذه الصفه اللي كان فيها هو حول دو بوني وما يشوفش، سمحت في ادات ولادها وراحت وخلاتها. راكو تحاربوا هذا حي، والموتى كان بيدفنوهم الله يرحم الوالدين. انا باغي نعرف الموتى كان بيدفنوهم. هذا حي الرايه ويشكر في الملك تاعه، يشكر في الملك. شوف العبوديه هذه راهي راهي في الدم، العبوديه راهي في الدم تاعكم في اللحم. تتنهدوا العبوديه وتركدوا العبوديه. السيد راحوا له يده البواني راحوا له يده راحت له وما يشوفش، وخسر مرته وزيد يعبد في الملك. شحال باقيك تعبد؟ اللي تهضر بيسكو تهضر، اللي تسب وتهضر. الرايه اللي خدمها يهضر على الرايه اللي خدمها ماريشاليوتي سبحان الله العظيم. تبين لكم العبوديه انتوما كي نقرا التاريخ هنايا تبان لي عندكم الماء بعبوديه تاع الفراعنه. وقت الفراعنه هكا كان العبوديه، كان الناس يعبدوا الفراعنه. وقت روما ثاني يعني شحال من المخ اللي عندكم مخ. انا اللي باغي خاصني مخ نقضبه وندير تحليل عليه كيفكم تخمو. الانسان راح ولاد لو دو بوالي تاع يده وما يشوفش وخسر مرته، شا باقي له يربح في الدنيا هذه؟ شا باقي له يربح في الدنيا؟ ابا انتوما راكم تروحوا تديروا الحرب
ولادهم عايشين في لي بالاس هنايا في امستردام في نيويورك في في لانجلتير ان بو بارتو في كندا عايشين في لي بالاس يكونوا في ضرب الشعب وولادهم عايشين في لي بيسين في لي لوازير تو سا انتوما ولادكم عايشين في المرض السرطان ولادكم ساكنين يديروا الدعاره باش يجيبوا باش ياكلوا والديهم راهم مقبولين تو سا ولادهم اللي زعما كبار شويه 18 19 عايشين في لي بالاس في 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 اوروبا في لو موند اونتي وانتوما تحموا في هذا النظام الفاسد وقلت لكم باللي في الكتاب والله سبحانه وتعالى المبايعة ماشي ورث اسمحوا لي الحمد لله المبايعة ماشي ورث اخي المبايعة ما تورثهاش ما ولدهاش عمر بن الخطاب بن عنهنو ما ولدهاش ابو بكر الصديق والصحابة ما ورثوهاش كيف بس من المبايعات داكم الارض وداكم الاموال لاقيش تاع الشام المغربي والبخوي ما قربكمش كي يقربكم خلاكم في العبوديه تلقى واحد عاش في الله ميزير ويقول لك عاش الملك بس سمعوا بيان كل خوتي مغاربه لا تفهموا شويه في الدين ولا بيبي تفهموا وزافي ريان في كيما دخلتوا في الكفر وجهلتوا وامنتوا بربي وتعبدوا انسان وما تعبدوش الله سبحانه وتعالى اليقين هاد السيد راحت له يده وعينيه وراحت له مرته وولاده ومازال في العبوديه في لونديكاب اللي فيه يشف صافي مالوكو ومازال في العبوديه غتخلصوها غاليه تخلصوها غاليه قوم تقولوا هذا الملك اللي عندكم الفاسد النظام الفاسد وكيعيطوا اليهود اليهود والله ما يربحوا اعطوني دوله عربيه في العالم دخلوا لها اليهود ونشحت ميم دو لي بي ديفلوبي كي دخلوا لي لوبيسيون سا سون ديتي السلام عليكم طول شرح خوتي كما تولوش الرجوع للكتاب الله سبحانه وتعالى وتعرفوا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقالها 73 فرقه من المسلمين 73 سمحوا لي وحده تدخل الجنه 72 يروحوا لونفير انتم راكم في 72 باسكو تعبدوا الانسان وما تعبدوش الله سبحانه وتعالى ما تطيعوش الرسول وتطيعوا الملك وصلوا خمسة عوجين والستة الملك تاعكم أيا قعدوا في الجاهلية تاعكم وربي خلص فيكم السلام عليكم